من منطلق اهتمام وحرص محافظة جدة على ابنائها الطلاب، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة مدير عام التعليم بالمحافظة الدكتور سعد المسعودي وعددا من الطلاب المتفوقين لهذا العام. هذه الرعاية الكريمة التي يحظى بها طلابنا في كل عام دليل على اهتمام قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد. حقيقة هذه لفتة كريمة تتكرر منه كل عام، ونثمن هذا الحرص، وطلابنا أيضا دافع لهم مثل هذا التكريم ليتميز الطلاب عاما بعد عام. كما عبر محافظ جدة لأبنائه المتفوقين عن سعادته بتكريمه لهم كل عام، ونوه سموه على الاهتمام الكامل للطلاب وحرصه عليهم. أتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولولي عهده الأمين على دعمهم الدائم لطلاب المتفوقين، وأخص بالشكر كذلك محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز على رعايته المستمرة والدائمة لأبناء من الطلاب المتفوقين والمبدعين، وأتقدم كذلك بالشكر لإدارة تعليم جدة ممثلة في المدير العام للتعليم. حاب أشكر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز آل سعود محافظ جدة على استضافته لنا في محافظة جدة بمناسبة حفل سفراء التفوق 34. كما يسعني أن أشكر مدير تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي. اليوم نحن نتوج أبناءنا المتفوقين في هذا العام الاستثنائي، وأسأل الله عز وجل لهم التوفيق، وأقول لهم عضوا على وطنكم بالنوادج، وفر لكم كل الإمكانات، وأنتم بإذن الله من يقود سفينة هذا البلد في الأعوام القادمة. تحرص محافظة جدة على الدعم المستمر لأبنائها المتفوقين واهتمامها بكل ما من شأنه أن يحفز الطالب على التفوق والإنجاز المثمر. لقناة إقرأ، أبشكور السلمي، جدة.